المقاوم احتلالا ثوريا إيرانيا للقرار السياسي اللبناني. أهلا بكم إلى هذه النشرة من تلفزيون المستقبل. بانتظار ما سيترتب عن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في التأبين الذي يقيمه حزب الله لأحد قادته حسان اللقيس، بقيت المواقف السياسية خجولة اليوم، واقتصرت التصريحات على ضرورة التمسك بالأمن والاقتصاص من منفذي تفجيري المسجدين في طرابلس، في حين جدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع آسفه لاستخدام البعض في لبنان الوجود المسيحي كورقة لإطالة أمد عمر نظام بشار الأسد، وأكد في مؤتمر تناول قضية المسيحيين في لبنان والشرق الأوسط أن المسيحيين هم صلب نسيج هذا الشرق وليسوا جاليات أجنبية أو من بقايا الصليبيين. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دعمه للثورة السورية ورفضه ما يسمى حلف الأقليات، وخلال مؤتمر حمل عنوان المسيحيون في لبنان والشرق الأوسط تحديات وأفاق، حضره حشد من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والاجتماعية، أشار جعجع إلى أن البعض يتناول مسألة الوجود المسيحي في الشرق من أجل إظهار نظام الأسد على أنه الحامل الأقليات لإطالة بقائه في الحكم، في محاولة لتصوير الصراع في سوريا وكأنه صراع على المسيحيين. عم بصير بمعلولة يا أخوان مثل اللي صار بحمص، مش بصار بمعلولة بس، واللي صار بحمص مثل اللي صار بحلب، واللي صار بحلب مثل اللي صار بدرعة. للأسف البعض بيروحوا على الموضوع من هالزاوية هيدي تجربوا يصوروا بصراع صراع بسوريا وكأنه صراع على المسيحيين بالوقت يلي مش هيدي حقيقة الوضع. نحن ما فينا نفرق، بس يموت واحد مسيحي بسوريا منعلي الصوت ومنقيم الدين من قعدها، وإذا مات 10,000 حدا تاني منسكت. كل إعلانات المبادئ وتصاريح المجلس الوطني السوري بالبداية والائتلاف الوطني السوري بالوقت الحاضر واضحة جدا، عم بيطالبوا بدولة مدنية ديمقراطية تعددية في سوريا. وقت بكون هيك مطلبهم مقبيل نظام، نحن أكثر الناس يلي منعرف تحديدا شو طبيعته، ما فينا إلا ما نكون مع الثورة السورية. وختم جعجع: خيارنا في القوات هو خيار البطريرك يوحنا مارون والموارنة الأولين في تفضيل العيش أحرارا في جهنم على العيش أذلاء مستعبدين ولو في السماء. ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اجتماع اللجنة النيابية المنبثقة من الاجتماع النيابي الماروني الموسع لمتابعة الحضور المسيحي في الإدارات الرسمية. وكان البطريرك الراعي أمل خلال اجتماعه مع المؤسسة المارونية للانتشار في بكركي بمشاركة وزير الداخلية مروان شربل أن تحل الأزمة السياسية كي تحل الأزمتين الأمنية والاقتصادية، معربا عن أسفه للفلتان الأمني. وحيا الراعي القوى الأمنية الساهرة على الوطن، لافتا إلى أن لبنان يعيش بأعجوبة. بدوره دعا الوزير شربل إلى التوافق على الاستحقاق الرئاسي وألا نختلف على الأمور التافهة، مشيرا إلى أن المسؤولين في لبنان لا يعملون على عودة المسيحيين إلى بلادهم. أمنيا، أقدم مجهولون كانوا يستقلون سيارة بيكانتو بإلقاء إصبعي ديناميت فجرا في باحة كنيسة سيدة مخدوشة في صيدا من دون وقوع إصابات. من جهة أخرى، أكدت مصادر أمنية أن حملة التفتيش الواسعة التي أجراها الجيش أمس في صيدا والتي أدت إلى توقيف 5 أشخاص أنجزت وفقا لأهدافها كعملية استباقية وقائية، وجاءت بعد ساعات من توقيف 3 كوادر من أتباع الشيخ أحمد الأسير، هم الشيخ الفلسطيني علاء الصالح بالإضافة إلى اللبنانيين محمد العر ومحمود الصوري. وفي البقاع سجلت حال من الاستنفار في صفوف الجيش في كل مراكزه مع ورود معلومات عن أعداد كبيرة من المسلحين بالقرب من الحدود اللبنانية السورية.
وكان الجيش أوقف في منطقة وادي حميد عرسال عصر أمس 6 أشخاص من التبعية السورية يستقلون عددا من الدراجات النارية، وذلك لمحاولاتهم الدخول إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، ولحيازتهم قنبلتين يدويتين وجهاز رؤية ليلي. على خط أمني آخر، شهدت المنطقة الحدودية في بلدة العديس الجنوبية قبل ظهر اليوم استنفارا بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي على خلفية محاولة قوات العدو الإسرائيلي قطع شجرة من داخل الجانب اللبناني كانت قد سقطت على السياج الحدودي، الأمر الذي رفضه الجيش اللبناني واستنفر عناصره، وقابله استنفار للقوات الإسرائيلية. وقد انتشرت قوات اليونيفيل في المنطقة وعملت على التهدئة، وأجرت اتصالات بين الطرفين أفضت إلى اتفاق على تولي اليونيفيل مهمة قطع الشجرة بعد ظهر اليوم. في الملف السوري، تتعرض بلدات بوادي بردة بريف دمشق لقصف صاروخي عنيف وسط انفجارات تهز الغوطة الشرقية بريف دمشق. هذا وواصلت كتائب الأسد لليوم الخامس على التوالي استهداف حلب وريفها بالبراميل المتفجرة، مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات. كما تعرضت مدن وبلدات في ريف حمص وريف إدلب لقصف عنيف من قبل كتائب الأسد. بقيت المدن السورية الكبرى مسرحا للقصف الأسدي، فتعرضت أحياء العاصمة وريفها لقصف عنيف استهدف أحياء مخيم اليرموك والقابون وبيت سحم ومعظمية الشام ومناطق عدة في الغوطة الشرقية، إضافة إلى بلدتي بقين وعين الفيجة ووادي بردة، كما اندلعت اشتباكات بين كتائب الثوار وقوات الأسد في محيط حي مخيم اليرموك وعلى أطراف بلدة بيت سحم في الريف الجنوبي لدمشق. وفي حلب وريفها استمرت مروحيات النظام في القصف بالبراميل المتفجرة على أحياء السكري وبني زيد والسكن الشبابي ومدينة الباب وبيانون وتادف، مما أسقط عدد من القتلى والجرحى، في حين تعرضت أحياء حمص المحاصرة لقصف عنيف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة وسط اشتباكات عنيفة في حي القرابيس. المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ صبت حمامها على غالبية الأحياء المحررة في مدينة دير الزور بالتزامن مع اشتباكات في أحياء المدينة. هذا وتعرضت قرية العادة ومدينة معرة النعمان في ريف إدلب لقصف من الطيران الأسدي الحربي والمدفعية الثقيلة، في حين استهدفت مدفعية النظام قرية جنان بريف حمال جنوبي، وفيما استهدف كتائب الأسد محافظة درعا بقصف عشوائي بالمدفعية الثقيلة والدبابات تركز على أحياء طريق السد ومخيم درعا وبلدة النعيمة وأحياء درعا البلد. تعرضت البلدات والمناطق المحررة بريف القنيطرة جنوبي لقصف مماثل بالمدفعية والرشاشات الثقيلة. أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة وجود أدلة جديدة تثبت تورط النظام السوري في الاعتداء الكيماوي على غوطة دمشق في آب الماضي. وذكر التقرير أن مفتشي الأسلحة الكيماوية في سوريا عثروا على أثار لمادة تسمى هكسامين لا يخزنها إلا النظام وبكميات كبيرة. وكان تقرير سابق للمفتشين ذكر أنه لا يمكن التأكد من مسؤولية النظام عن الاعتداء الكيماوي. وفي النشرة بعد الفاصل، تخريج دفعة جديدة لعناصر الأمن العام ودعوة إلى تحصين المؤسسات العسكرية. بعد ادعاء النيابة العامة المالية على شركة ميز على خلفية الفيضانات التي شهدها نفق المطار في الشتوة الأولى، قال رئيس مجلس إدارة الشركة النائب غازي يوسف لصحيفة النهار إن الشركة قامت بكل واجباتها التعاقدية لجهة صيانة كل مرافق مطار رفيق الحرير الدولي بما فيه نفق الكوكودي. وأضاف تقنيا كانت المضخات كلها تعمل وتعاملت مع مياه الأمطار التي هطلت، لكن ما حصل أن نهر الغدير فاض وتدفق نحو النفق، مما أدى تلقائيا إلى قطع الكهرباء عن المضخات. إلا أن الشركة
أمريكا استطاعت بعد وصول الكهرباء من المطار أن تعيد تشغيل المضخات وأفرغت النفق من المياه، مشيرا إلى أنه تم إرسال تقارير إلى وزارة الأشغال تطلب تنظيف مجرى نهر الغدير، غير أن الأخيرة لم تستجب. تخريج الدفعة الأولى من المأمورين في المديرية العامة للأمن العام ودعوة إلى الإبقاء على أهبة الاستعداد لمواجهة الأخطار التي يواجهها لبنان. دعوة إلى البقاء على أهبة الاستعداد لمواجهة الأخطار التي يواجهها لبنان في هذا الظرف الدقيق، شدد عليها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ممثلا بالعميد الركن جهاد المصري خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من المأمورين المتمرنين دورة المفتش الثاني الشهيد ميشيل فوزي معلوب في المديرية العامة للأمن العام. لا بد من تحصين مؤسسات الدولة وعلى رأسها الأجهزة الأمنية بكل تفرعاتها، فلا نتأثر بموقف من هنا أو رأي من هناك طالما أننا نعمل تحت سقف الدستور والقانون. من جهته دعا المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالإنابة العميد إبراهيم بصبوص ممثلا بالعميد غسان أبو جودي المتخرجين إلى القيام بواجبهم في خدمة الوطن بمعزل عن الانتماءات السياسية. والأهم التربية الوطنية القائمة على التفاني في الولاء للوطن وخدمة المواطن بمعزل عن الانتماء الطائفي والمذهبي أو السياسي والحزبي، وحسب ما تعلمتم في المعهد بكل ضمير حي بعيدا عن المصالح الخاصة والأهواء والانتماءات. وتخلل الاحتفال وضع أكاليل من الزهر على ضريح شهداء المعهد وعرض عسكري. تابع قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات تحقيقاته في قضية اختلاس أموال عامة عائدة إلى الهيئة العليا للإغاثة، فاستمع إلى إفادة شاهدين وأرجأ الجلسة إلى 26 الشهر الحالي للاستماع إلى إفادات شهود آخرين. دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى الصلاة من أجل الاستقرار والسلام في لبنان والشرق الأوسط. وفي كلمة له أمام وفد من قضاة المحكمة الروحية في بكركة، دعا الراعي المحاكم الروحية إلى الكف عن حمل الزوجين على ارتكاب خطيئة الطلاق لقاء حفنة من المال، مشددا على أن العدالة ليست في خدمة حرفية القانون وإنما الشخص الماثل أمام القاضي. أعلنت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي انتهاء أعمال التصليح المؤقتة لجسر الأشرفي الدكويني من قبل مجلس الإنماء والأعمار، وكان الاهتراء امتد إلى الفواصل التي تجمع قطعتين من الجسر، مما دفع بالقوى الأمنية إلى تحذير المواطنين من سلوكه. في ظل المشاكل النفسية التي يعيشها الأطفال السوريون، معرض للرسومات داخل السفارة الفرنسية ينير جانبا آخر من شخصيتهم. تقرير معتصم حميدو. صارت تجد الدبابة تقصف البيت، تجد الطيارة ستة برمية. هذه المشاهد لم تمحى من ذاكرة الطفل السوري حسين الذي فقد منزله بقصف النظام، مختصرا إياها برسمته الصغيرة التي علقت على أحد جدران معرض للرسومات الجدارية داخل السفارة الفرنسية في بيروت، حيث تقاطرت الشخصيات السياسية والفنية. حرب، قصف ودمار، ذلك ما حمله الأطفال السوريون من بلادهم إلى هنا، كما حال إبراهيم. رجعنا لقينا هيك، لقينا في ميتين جوا، ولقينا طيارة ضربت من فوق، نحن فلينا هربنا، شفت هذول المقتولين. على الرغم مما حملته هذه اللوحات من معان، إلا أنها لم تختزل إلا زاوية واحدة من المعرض، فهنا وقف الأطفال أمام أعمالهم التي أرادت من خلالها فنانة سورية الإضاءة على الوجه الآخر من شخصيتهم. جزء بسيط من اللوحات راسمين فيها الحرب، بس بشكل عام دائما أنا كنت أحاول يخليهم يقضوا وقت ممتع بالرسم ويرسموا شيء له علاقة بالفرح وبالحلم. نتأثر بالرسومات لأن يعني تعبر عن عدة يعني مشاعر، يعني تعبان العنف اللي عاشوها، لكن أيضا يعني أوجع يعني فرح وسعادة. وبمختلف الألوان التي ارتوت بها الرسومات استعان الأطفال السوريون علها تصبغ جانبا من ذكرى أليمة. بين الحرب والأمل بالحياة جسد الأطفال بلوحات المعرض المعاناة السورية التي أولى ضحاياها هي الطفولة،
من قاعة العرض في السفارة الفرنسية في بيروت، معتصم حميدو، تلفزيون المستقبل. في طرابلس اعتصم عدد من المصلين أمام مسجد السلام بمشاركة النواب محمد كبارة ومعين المرعبي وخالد الظاهر للمطالبة بتوقيف المتهمين بتفجيري المسجدين في طرابلس. بدوره النائب السابق مصباح الأحدب اعتبر أن أي خطة أمنية لن تنجح قبل توقيف المتهمين. بعد انتهاء صلاة الجمعة اعتصم عدد من المصلين في مسجد السلام للتذكير بقضية تفجيري مسجدي التقوى والسلام والمطالبة بعدم تمييع هذه القضية. إمام مسجد السلام الشيخ بلال بارودي قال: نريد أجوبة شافية لماذا لم يتم التعامل مع هذه القضية على أنها قضية حق. ونوجه رسالة واضحة، المتهمون في تفجيري مسجد التقوى والسلام ليسوا لا في أدغال الأمازون ولا في جبال ترابورة. المتهمون في تفجير المسجدين التقوى والسلام هم في حقر الظاهر وجبل محسن. فالجيش إذا ما بيعرف يوصل نحن منوصله، ما بيعرف الطريق نحن مندله. عدد من نواب الشمال شاركوا في الاعتصام مؤكدين أنه ستكون هناك خطوات أخرى واعتصامات سلمية لتأخذ العدالة مجراها. وسنتابع القضاء وسنتابع الأجهزة الأمنية لإحقاق الحق ولإيصال المجرمون القتلة إلى العدالة، ونطالب بتحويل هذه الجريمة الإرهابية إلى المجلس العدلي. نحن منقدر مواقف الجميع، بس ولكن القصة مش بالمواقف، بدنا بالأفعال. نحن منقدر مثلا كلام رئيس الجمهورية عظيم كتير وعالي كتير ويشكر عليه، ولكن بالأفعال حقيقة واللي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة لم يأمر حتى الآن الحقيقة الجيش اللبناني بالقيام بواجبه. نحن مطلبنا واحد، أن تقوم العدالة، أن تحصل العدالة. وأنا أستغرب كيف لهذه الحكومة ولهذه الدولة ومن فخامة رئيس الجمهورية لا يطردون السفير، سفير نظام الإجرام، لم يتجرأوا على دخول بيت يوسف دياب في بعل المحسن لأنه معترف بجريمته. وتزامنا مع هذا الاعتصام اعتبر النائب السابق مصباح الأحدب في مؤتمر صحفي أن أي خطة أمنية لن يكتب لها النجاح قبل تسليم المتهمين بالتفجيرين، مشددا على أن أبناء طرابلس ليسوا تكفيريين ولا إرهابيين. وإذا حمل البعض من أبنائنا السلاح في طرابلس فذلك لأن ثمة من في المدينة صديق لبشار الأسد قرر بدل الإنماء تمويل التسلح في طرابلس. إن أي خطة أمنية لن يكتب لها النجاح ما لم يتم رفع غطاء الأجهزة الأمنية عن مسلحيهم وتأمين مخرجا للآلاف الذين سطرت بحقهم زورا وافتراء الاستنابات القضائية بتهم الإرهاب بعد أن تم توريطهم بالتسلح في ظل اختلاق الفوضى تحت عيون الأجهزة الأمنية. وختم الأحدب بدعوة أهالي طرابلس لوعي هذا المخطط وعدم الانجرار إلى ما سماها اللعبة القاتلة ضد المدينة. أقنعة السياسيين تسقط في معرض أصحاب المقامات المصورة للمصورة لميا أبي اللمع، تقرير سلمان العنداري. لميا أبي اللمع مصورة محترفة دخلت بيوت أصحاب المقامات وجردتهم من مقاماتهم في معرضها التي تقيمه في منطقة مرم خايل، صور لشخصيات سياسية كما لم نعهدها يوما، وفي كل صورة قصة معلقة بين الماضي والحاضر. هنا السيدة بهية الحريري غارقة في حزنها بعد أن أنهكتها الأيام بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري. الرئيس فؤاد الصنيورة مستعد دوما للقيام بمهامه. الرئيس سلام يحاول جاهدا تأليف حكومة دون جدوى. فيما تراجيديا الموت وخسارة الأحباء بدت واضحة على كل من الرئيسين سعد الحريري وأمين الجميل والراحل غسان تويني. رئيس المجلس بغرفته بلا مطرقته، وعاصم قانصو محاطا بصور بشار وحافظ الأسد التي تملأ جدران منزله. أما البطريرك السابق مار نصر الله بطرس سفير فينظر بقلق كبير على الكرسي البطريركي وأوضاع المسيحيين. كنت بدي فوت ببيئتهم الشخصية وفرجي مين طبعهم، وهالطبع الأقنعة فيها توقع بس بتفوت بالبيئة الشخصية تبع هالأشخاص. كل الصورة بتعبر عن ماضي، عن الحاضر، عن المستقبل. بعلق كتير
أهمية للبودي لانجويج تبع كل شخص، العبارة بوجهه كتير مهمة لإلي، الإيدين كيف جامدين على الكرسي أو مش جامدين، كيف عم بيطلع فيك، كيف حطيته مثلا بقرنة أو على كرسي. وحدها لغة الجسد والعيون ورهبة الأمكنة تكشف حقيقة أصحاب المقامات، فعدسة لميا اقتحمت كل المحظورات، فكانت صورها بلا ربطات عنق أو تكليف، وتراوحت بين الخوف والتعب والاستسلام والتحدي والمراوحة. كثرت الشائعات عن عاصفة ستضرب لبنان وتخرب على اللبنانيين الفرحة بالأعياد، فكيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟ تقرير مها ظاهر. مع اقتراب الأعياد أضيف هاجس جديد إلى هواجس اللبنانيين يتمثل بحال الطقس، فبعد أن ألزمت أليكسا معظم اللبنانيين منازلهم لا سيما الطلاب، بدأ الحديث عن ميشا التي قد تزور لبنان قريبا. الطقس بشكل عام من هلا للميلاد وحتى بعد الميلاد بنهار طقس مستقر، في ارتفاع بدرجه الحراره بشكل بطيء وخجول فينا نقول، في تحسن بدرجه الحراره الصباحيه خاصه، البرد شوي شوي بزيح بس ما في اي موجه عواصف او سقعه او منخفض جوي، واحتمال بعد نهار الاربعاء يكون في عندنا يمكن شويه امطار، بس حتى بعد هيدي على المدى الطويل بعدها مش اكيده. راس السنه هلا راس السنه بعد في مسافه كبيره، نحن تقديرات عندنا 3 ايام بتكون اكيده تقريبا 90%، لحد الاسبوع بصير في توندونس يعني بصير فينا نقدر شو التوجهات يعني 60-70%، أكثر من هيك ما فينا نعطي. ولأن الشتاء غالبا ما يتحول إلى نقمة في لبنان، فأن شائعات بدأت تسري من ميشا إلى عاصفة حذرت منها وكالة ناسا الفضائية. صراحة موضوع الأسامي ما بعرف من عم يجي، هيدي يعني أول شيء هي إشاعة، ثاني شيء عم يطلع الأسامي هو شخص ما بيشتغل بالأرصاد الجوية ولا دخله بالأرصاد الجوية، هلا ما بعرف شو بيشتغل، يمكن ما بيشتغل شيء، بده يسمي أسامي، بس هيدا أكيد ما خصنا فيه موضوع الاسم. أزيك الأمر نحن موضوع النازا ما خصها بالأرصاد الجوية. نازا هي بتبعت صواريخ على الفضاء وبتراقب الفضاء، نوا هي بتعمل الأرصاد الجوية، لذلك حتى الموضوع الإشاعة عم بين أساسه مش مزبوط. بين أليكسا وميشا بإمكان اللبنانيين التمتع بطقس جيد لا سيما بعد أن بات التزلج ممكنا. وفي النشرة بعد الفاصل، الوضع في جنوب السودان ينزلق بسرعة إلى الهاوية. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. جعجع يأسف لاستخدام البعض في لبنان الوجود المسيحي كورقة لإطالة أمد عمر نظام الأسد. وقفة تضامنية في طرابلس مع ضحايا تفجيري مسجدي السلام والتقوى. قصف كتائب الأسد بالبراميل المتفجرة متواصل واجتماعات مكثفة تحضيرا لجنيف 2. عقد وزراء خارجية الهيئة الحكومية للتنمية بدول شرق إفريقيا إيجاد اجتماعا طارئا مع رئيس جنوب السودان سالفا كير، وأضافت معلومات أن وفد إيجاد قدم مقترحات محددة لدخول طرفي الصراع في مفاوضات لإيجاد مخرج للأزمة التي تعصف باستقرار وسلام جوبة. وسط المخاوف من نشوب حرب أهلية في جنوب السودان، تكثفت محاولات إيجاد مخرج للأزمة التي بدأت إثر محاولة نائب الرئيس السوداني رياك ماشار تنفيذ انقلاب عسكري للإطاحة بالرئيس سالفا كير. ولهذا الهدف عقد وزراء خارجية الهيئة الحكومية للتنمية بدول شرق إفريقيا المعروفة بإيجاد اجتماعا طارئا مع سالفا كير، قدم خلاله وفد إيجاد مقترحات محددة لدخول طرفي الصراع في جوبا بمفاوضات لحل الأزمة. الرئيس الأمريكي باراك أوباما دعا جنوب السودان إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف التي تهدف إلى زعزعة حكومة الدولة الفتية والتي أصبحت على شفير هاوية الحرب الأهلية. كذلك حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون من انزلاق جنوب السودان إلى الفوضى، مؤكدا دعمه لمبادرة إيجاد من أجل الحوار بين الخصوم السياسيين. وسط هذه التطورات تتواصل المعارك في مدينة بور
قريبة من العاصمة رغم سيطرة قوات موالية لرياك مشار عليها، وفي ظل مقتل 3 جنود من بعثة الأمم المتحدة في ولاية غونيكلي، أرسلت الولايات المتحدة نحو 45 جنديا إلى جنوب السودان لتأمين رعاياها ومصالحها. كذلك أفادت معلومات بأن قوات أوغندية انتشرت في جوبا التي سقط فيها مئات القتلى في غضون أيام، ونزح آلاف من أبنائها هربا من المعارك. أغلقت قوات الأمن المصرية عددا من الميادين وعززت من انتشارها بالقرب من المنشآت الحيوية تحسبا لأي تصعيد من أنصار جماعة الأخوان خلال تظاهراتهم التي تحمل عنوان دستورنا 2012. إجراءات احترازية بدأتها قوات الأمن المصرية أثناء تظاهرات التحالف الوطني لدعم الشرعية التي تحمل شعار دستورنا 2012 رفضا لمشروع الدستور الجديد، ومنعا لأي تصعيد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين خلال التظاهرات. كثفت قوات الجيش والشرطة من تواجدها في عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة وعلى رأسها التحرير ورابع العدوية. كذلك أغلقت قوات الجيش ميدان النهضة بالجيزة من جميع الجهات المؤدية إلى جامعة القاهرة، ودفعت بمدرعات ناحية الميدان ووضعت الأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية، كما عززت تواجدها أمام عدد من المنشآت الحيوية منها دار القضاء العالي. ويأتي تحرك أنصار الجماعة بعد قرار النيابة تحويل عدد من قياداتها للجنايات في قضية التخابر مع جهات خارجية لا سيما حركة حماس. مصادر في التحالف الوطني كشفت أن الجماعة وضعت خطة تصعيدية للحشد ضد الاستفتاء على الدستور تبدأ في كانون الثاني المقبل بتظاهرات يومية في ميادين القاهرة والمحافظات، فيما يتم درس تنظيم اعتصام قبل موعد الاستفتاء ودعوة القوى الشبابية المناصرة للجماعة للاعتصام المفتوح في ميدان التحرير. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن عملية تخصيب اليورانيوم في الأراضي الإيرانية ووقف النشاطات في المنشآت النووية الإيرانية يعتبران خطا أحمر بالنسبة لطهران. في المقابل تتواصل في جنيف اليوم جولة المفاوضات بين إيران والسداسية الدولية على مستوى الخبراء لبحث ومناقشة الآليات التنفيذية لاتفاق جنيف. كشفت صحيفة معاريف في عددها الصادر اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماعهما في موسكو قبل نحو شهر بحماية السلاح النووي الإسرائيلي. وجاء ذلك بعد أن أوضح نتنياهو للرئيس الروسي أن عقد مثل هذا المؤتمر سيمس بمصالح إسرائيل الحيوية. أعلن جاي كارني المتحدث باسم الرئيس الأمريكي أن باراك أوباما سيستخدم الفيتو إذا صوت الكونغرس الأمريكي على عقوبات جديدة ضد إيران. وقال المتحدث إذا تم تبني العقوبات فإن الرئيس سيستخدم الفيتو، مشيرا إلى أن مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران من شأنه أن يعطل الدبلوماسية الرامية لمنع طهران من صنع سلاح نووي. ولفت كارني إلى أن العقوبات يمكن فرضها سريعا إذا فشل جهود التوصل إلى اتفاق. وفي النشرة بعد الفاصل في الاقتصاد، مؤشرات اقتصادية سلبية بالجملة مع نهاية العام 2013. والآن إلى صفحة الاقتصادية مع باسل الخطيب. مساء الخير باسل. أهلا رشا. تفضل. شكرا. أهلا بكم. خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيفها لديون لبنان السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية من مستقر إلى سلبي، وعزت المؤسسة السبب إلى تزايد المخاطر السياسية وتدهور العوامل المؤثرة على الدين العام وتوقعات ضعيفة للنمو الاقتصادي وتورط حزب الله وآخرين في الحرب في سوريا. وقالت فيتش إن التصنيف الائتماني للبنان جرى تثبيته عند مستوى بي، وهو مستوى منخفض 5 درجات عن الدرجة الاستثمارية. وبحسب فيتش فإن تورط حزب الله وآخرين في الصراع الدائر في سوريا المجاورة زادت التوترات الطائفية محليا. جملة مؤشرات سلبية تدل على أن التراجع الاقتصادي الذي شهده لبنان في السنوات الثلاث الأخيرة يتواصل. تقرير محاسن حلبي. شرف العام 2013 على نهايته، عام شهد استمرارا وتزايدا لأزمة اقتصادية، نسبة نمو قدرت بأقل من 1%، والدين العام زاد بنسبة 10.3% عن العام 2012 ليسجل قرابة 62 مليار و700 مليون دولار هذا العام. أوضاع المالية العامة هي الأسوأ
خلال السنوات، لانه العجز اللي كان مقدر 5600 مليار ليره 5250 مليار ليره حيتخطى 6000 مليار ليره. مقابل زياده النفقات بحدود 800 مليون دولار، يعني العجز تراجعت ايرادات الدوله بحدود 242 مليار. وبحسب رئيس قسم الاقتصاد في صحيفه السفير عدنان الحاج، فان الحركه التجاريه تراجعت ما بين 15 و60% حسب المناطق، ما ادى الى تعثر المؤسسات في تسديد ديونها. هذا خلى المصارف تبحث امكانيه مطالب الشركات والمؤسسات بتسهيل وتمديد برمجة الديون. أما على صعيد الاستثمارات الخارجية وميزان المدفوعات وقطاعي البناء والمصارف، استثمارات خارجية، هذه النقطة الأسوأ، تراجع الاستثمارات الخارجية في لبنان والاستثمارات المشاريع الجديدة بحدود 64% على العام الماضي، وعام الماضي كان سيء. يعني الصادرات اللبنانية حتى ما تراجع حوالي 7.9 تماما للشهر العاشر. يعني صادرات صناعية اللي تنمى بالسنة 20% حتى يكون في فرص عمل إضافية، هذا كله بيقلص فرص عمل، بيخلق أزمة اجتماعية. يعني ميزان مدفوعات مسجل العجز 1400 مليون دولار، في توجه نحو الشقق الصغيرة والمتوسطة، 5000 قرض تقريبا عم تقدمها المصارف المؤسسة العامة للإسكان، هيدي عم تزيد الأسعار، ما عم تخلي الأسعار تنزل على الأقل، لأنه في جمود ولكن مش عم تنزل الأسعار. طبعا المصرفي شوي حافظ على نمو ودائعه بس أقل من السنة الماضية طبعا، شي 5% عامل. يقبل عام 2014 حاملا معه أعباء هذا العام التي كانت ثقيلة ومكلفة، في حين أن الحل للنهوض من هذه الكبوة هو دولة بمؤسسات فاعلة وحكومة حاكمة تعمل بإصلاحات طارئة لإنقاذ ما تبقى من اقتصاد. وزارة الاتصالات وشركة ألفا يكرمان الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات حمدان توريه. أقام وزير الاتصالات نقولة صحناوي بالتعاون مع شركة ألفا عشاء على شرف الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ITU الدكتور حمدون توريه لمناسبة زيارته لبنان. حضر العشاء حشد من الشخصيات وتخللته كلمات ترحيبية بالمحتفى به، وفي إنجاز جديد لقطاع الاتصالات في لبنان أكد دكتور توري أن لبنان تبوأ المركز الأول عالميا في دينامية القطاع بحسب تقرير ITU، وشدد على أهمية أن ينجز لبنان الانتقال إلى البث الرقمي بحلول سنة 2015. في بورصة بيروت تراجع سوليدار آ نصف نقطة إلى 11.23 دولار، وتحسن سوليدار بي 0.20 إلى 11.18 دولار. عودي شهادات تراجع أقل من نصف نقطة إلى 6.50 دولار. بيبلوس تفضيلي فئة 2009 نصف نقطة إلى 101.50 دولار. بيمو تفضيلي تحسن 0.30 دولار إلى 100.30 دولار. وعالميا سجل اليورو دولار 36.35 دولار، وبلغ سعر الذهب أدنى مستوى في 6 أشهر، واقترب من أدنى مستوى في 3 سنوات ونصف بعد موجة بيع هائلة في أعقاب قرار البنك المركزي الأمريكي تقليص التحفيز النقدي. وبعد خسائر هذا الأسبوع من المنتظر أن يسجل الذهب أكبر انخفاض سنوي له منذ 32 عاما، ومنذ قليل سجلت الأونصة هبوطا إلى 1191 دولار. حذرت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونغرس الأمريكي من أن الحكومة قد تصل إلى الحد الأقصى للاقتراض اللازم لتدبير نفقاتها في شباط إذا لم يسارع أعضاء الكونغرس إلى رفع سقف الدين الاتحادي. ودعا وزير الخزانة الكونغرس إلى التحرك لرفع سقف الدين في أقرب وقت ممكن، وقد أقر الكونغرس اتفاقا للميزانية لمدة عامين لتقليص بعض تخفيضات الإنفاق المزمعة للعام المقبل، وهو ما يقلل احتمالات توقف الأنشطة الحكومية. لكن هذا التشريع لا يحول دون تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها إذا لم ترفع واشنطن سقف الاقتراض الحكومي قريبا. ومن الولايات المتحدة إلى تركيا، حيث ارتفعت كلفة تأمين الديون التركية إلى أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف مع تزايد التوتر السياسي الناجم عن تحقيق في مزاعم فساد، فضلا عن مخاوف بشأن عجز كبير في ميزان المدفوعات التركي. وأظهرت بيانات من مؤسسة ماركت أن كلفة تأمين الديون التركية لأجل 5 سنوات ارتفعت 12 نقطة أساس عن الجلسة السابقة لتصل إلى 220 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ نهاية سبتمبر أيلول. وعقود تأمين الديون هي من المشتقات المالية وتستخدم للحماية من خطر التخلف عن السداد. هذا كل شيء في أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة. في الرياضة بعد الفاصل، لعنة الإصابات تلاحق نجم الليكرز كوبي براينت.
والآن إلى الصفحة الرياضية مع محمود سمورة. مساء الخير محمود. مساء الخير رشا، يعطيك العافية. شكرا. أخبار الرياضة، أهلا بكم. بعد تعذر الوصول إلى لائحة توافقية، تشهد كرة السلة اللبنانية غدا ولادة اتحاد جديد للعبة بعدما تأكد حصول الانتخابات بين لائحتين، واحدة برئاسة وليد نصار وأخرى يرأسها الرئيس السابق للاتحاد بيير كخيا. نفى نجم بايرن ميونخ والمنتخب الهولندي أريان روبن ما نشرته مجلة فوتبول الهولندية عن أن كريستيانو رونالدو هو من يستحق جائزة الكرة الذهبية. روبن أكد لصحيفة بيلد الألمانية أنه لم يقل ذلك أبدا، بل قال: آمل من كل قلبي أن يفوز فرانك ريبيري لأنه يستحق ذلك، إشارة إلى أن علاقة اللاعبين لم تكن على ما يرام في الموسم الماضي، حيث وصل الخلاف بينهما إلى حد العراك بالأيدي في غرف تغيير الملابس. ألمح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سيب بلاتر إلى أنه يسعى إلى تثبيت كأس العالم للأندية في جدول المنافسات الدولية، وفي مؤتمر صحفي عقده في مراكش على هامش منافسات البطولة التي تستضيفها المغرب، قال بلاتر إن مستوى كرة القدم في هذه البطولة سيرغم أوروبا على إيلائها اهتماما أكبر في المستقبل. يذكر أن هذه المسابقة لا تحظى بالمتابعة في أوروبا بالرغم من الإقبال على مشاهدتها في كل من أفريقيا وأمريكا الجنوبية. أعلن أولي هانس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أنه سيبذل جهده للحصول على براءته من المحكمة، وإذ أكد أن لا ضرورة لاستقالته من رئاسة النادي البافاري. اعتبر هانس أن عمل مستشاره الضريبي كان صحيحا والحكم يجب أن يعكس ذلك، ويأمل هانس في تفادي عقوبة السجن عندما يواجه ادعاءات التهرب من دفع الضرائب في آذار المقبل، رغم اعترافه بأنه ارتكب خطأ كبيرا وأنه يسعى إلى تصحيح جزء منه. قاد كيفن دورانت فريقه أوكلاهوما سيتي تندر إلى الفوز على ضيفه شيكاغو بولز بتسجيله 32 نقطة في لقاء الفريقين ضمن منافسات الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة، والذي انتهى بنتيجة 107 نقاط مقابل 95 لصالح أوكلاهوما الذي حقق فوزه الثامن على التوالي، فيما كانت الخسارة السادسة لشيكاغو في آخر 7 مباريات. تلقى فريق لوس أنجلوس ليكرز ضربة موجعة عندما أظهرت صور الرنين المغناطيسي إصابة نجمه المخضرم كوبي براينت في ركبته. براينت العائد للتو من إصابة في وتر العرقوب أبعدته لثمانية أشهر، قد يغيب هذه المرة 8 أسابيع. وكان براينت يلعب مباراته السادسة فقط بعد عودته عندما سقط على الأرض متألما في الشوط الثاني من المباراة التي فاز فيها فريقه ليكرز على ممفيس بفارق 4 نقاط. انتظر المئات في طابور لساعات أمام أحد محلات بيع الكتب في واترستون بإنجلترا للحصول على نسخة موقعة لكتاب نجم كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكام. بيكام الذي اعتزل الموسم الماضي بعدما لعب لمانشستر يونايتد وريال مدريد ولوس أنجلوس جالاكسي وميلان وباريس سان جيرمان، كان باع 27 ألف نسخة من مسيرته في الملاعب في كتاب صدر في 31 من أكتوبر الماضي. هذا كل شيء في الرياضة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. وفي الختام يبقى التذكير بالعناوين. جعجع يأسف لاستخدام البعض في لبنان الوجود المسيحي كورقة لإطالة أمد عمر نظام الأسد. وقفة تضامنية في طرابلس مع ضحايا تفجيري مسجدي السلام والتقوى. الله أكبر. قصف كتائب الأسد بالبراميل المتفجرة متواصل، واجتماعات مكثفة تحضيرا لجنيف 2. وفي الاقتصاد، مؤسسة فتش تخفض تصنيفها ليدون لبنان من مستقر إلى سلبي. وفي الرياضة، لا توافق على اتحاد كرة السلة اللبناني ومعركة انتخابية غدا بين اللائحتين. نهاية النشرة، إلى اللقاء. وسنقاوم احتلالا ثوريا إيرانيا للقرار السياسي اللبناني.